طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية طيبة أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، توفي اليوم المواطن محمد العزي قابل. هذا المواطن الذي توفي اليوم، كيف توفي وما هو السبب ومن يكون؟ تتذكرون جميعا الشهيد عبد الله قابل الذي اختطفته الميليشيات الحوثية قبل 5 سنوات تقريبا برفقة الشهيد الصحفي يوسف العيزري مراسل قناة سهيل، عندما وضعتهم دروعا بشرية في مخازن تكتظ بالسلاح. عبد الله قابل هو ابنه الذي توفي اليوم، هو الشهيد ابن الذي توفي اليوم محمد العزي قابل. محمد العزي قابل الذي توفي اليوم طبعا كان قد خرج من سجون الميليشيات الحوثية قبل أيام قليلة، اختطفته للأسف مع 3 من أبنائه أصغرهم تحت سن 15. ظل في سجون الميليشيات مع أبنائه 3 لأكثر من 2 شهرين، وعندما ساءت حالته وتدهورت صحته بسبب الاضطهاد والتعذيب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية وتفشي الأوبئة داخل السجون، أطلقته خوفا أن يموت في سجونها. خرج من السجن وبقي أولاده 3، لكنه توفي بعد خروجه من السجن بأيام قليلة، ليرحل إلى ربه وإلى جوار ابنه عبد الله قابل الشهيد الذي سبقه بـ5 سنوات. ويمنع أولاده 3 وأخوهم أيضا الأصغر الذي لم يتجاوز 15 سنة، يمنعون جميعا من حضور جنازته أو الخروج لتشييعه. هل سمعتم بظلم أكبر من هذا؟ إن كان الظلم قد تجسد في شخص فهو في عبد الملك الحوثي، وفي جماعة فهي الميليشيات الحوثية. هذه القصة واحدة من عشرات القصص والمآسي التي أدخلتها الميليشيات الحوثية وروتها إلى كل بيت وفي كل حارة. ويأتي البعض ليتساءل، لماذا تتقاتلون مع هذه الجماعة أو لماذا تحاربونها؟ هي جماعة عجنت بالسوء وفقدت جميع الأخلاق وارتكبت كل ظلم ومنكر، وما زال الآلاف من المظلومين في سجونها. كل يوم لها مختطف، وكل يوم وكل ساعة في سجنها أنين. اليوم مشاهدين الكرام نسلط الضوء على وضع السجناء في سجون ميليشيات الحوثي، أو قل بمعنى أصح المختطفين، وكيف أن كورونا بدأ بالانتشار في سجونهم، وبدأ الناس والمختطفون يعانون في داخل السجون من هذه الأمراض وهذه الأوبئة، وبدأت المنظمات الدولية والمناشدات الداخلية بإطلاق سراحهم ترتفع وتضغط، لكن عند ميليشيات انعدمت الضمير في قلبها وفي صدرها. كورونا في سجون الميليشيات الحوثية، ودعوات مستمرة لإطلاق سراح المختطفين في سجون الميليشيات، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سنتحدث عن آلاف المسجونين المختطفين وأحوالهم مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو رئاسة مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. أستاذ نبيل، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. تحية لك أستاذ نبيل، ونحن سعيدين أنك معنا لمناقشة هذا الموضوع الإنساني الهام. لكن قبل أن نبدأ سنذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. يخطف كورونا الأرواح، فتزداد الفجيعة على أرواح ألقت الميليشيا بأصحابها خلف جدران المختطفات، جاعلة منهم الفئة الأكثر ضعفا في مواجهة الوباء. عيالنا مريضين، لا رضيتوا تخرجوهم للمستشفيات، ولا رضيتوا تخرجوا عيالنا، اتقوا الله فينا واتقوا الله في عيالنا. تطلق أمهات المختطفين النداء، أنقذوا ولدي. يطرق النداء باب الجهات المعنية والمنظمات الأممية
ثم يرتد صداه إلى الأمهات متسائلا معهن: أين الإنسانية؟ الإنسانية التي خاطبتها الأمهات لسنوات وذرفت الطفولة على أبوابها الدموع حاملة طلبا وحيدا هو أبسط حقوق الطفولة: أعيدوا أبي. أنا أطالب بالإفراج عن أبي المختطف منذ 4 سنوات الذي لم أره منذ 9 أعياد. مضت السنوات ولم يعد المختطفون، وحين بدأ العالم يطلق السجناء حتى لا يفتك بهم الوباء تساءلت أسر المختطفين: هل يمكن لبقايا إنسانية أن تتحرك في قلوب الخاطفين؟ تساؤل لم يلبث أن اصطبغ بالفجيعة المكتملة مع تصدر صنعاء وعدن لأعداد الضحايا الذين فتك بهم كورونا. فهناك في المدينتين يقبع أغلبية المختطفين لدى ميليشيا تطابق أداؤها، وكان ملف المختطفين أحد أبرز أوجه التطابق المخيف. وفقا لرابطة أمهات المختطفين، فالميليشيا وبدلا من إطلاق المختطفين لديها ضاعفت من معاناتهم مانعة عنهم الدواء والغذاء. أحرموهم الأكل، أحرموهم الزيارة، أحرموهم العلاج، لا رضوا يدخلون لهم الملابس ولا العلاج ولا رضوا يدخلون لهم الأكل. أما منظمة سام فأكدت تلقيها معلومات عن إصابة أكثر من 7 مختطفين في أحد العنابر بالسجن المركزي بصنعاء بأعراض فيروس كورونا، نقل أحدهم إلى مستشفى الكويت. المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين طالبت بسرعة الإفراج عن المختطفين احترازا من فيروس كورونا، مجددة المطالبة لرئيس الدولة وحكومتها بالتدخل عبر منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر للقيام بواجبهم في الإفراج عن المختطفين لدى الميليشيات. المطالبات المحلية تضاف إليها مطالبات منظمات دولية دعت أكثر من مرة لإطلاق المختطفين والتعامل مع ملفهم باعتباره ملفا إنسانيا بعيدا عن تعقيدات الحرب والسياسة. دعوات ومطالبات ستبقى بلا أثر ما بقيت غير مسنودة بتحركات جدية وضغوطات، فالجميع يدركون أن الميليشيات لا تفهم أبدا لغة المطالبات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وجدد ترحيبي بكم مشاهدين الكرام وبضيفي عبر سكايب الأستاذ نبيل الأسيدي عضو رئاسة مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. أستاذ نبيل أهلا وسهلا بك. 5 سنوات وآلاف المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية لم يتم الإفراج عنهم ولم يروا النور، ألم تشبع هذه الميليشيات الحوثية ظلما؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. نحن نتحدث عن جماعة متوحشة. حينما نتحدث عن ميليشيات الحوثي نحن لا نتحدث عن المبادئ والقيم والأخلاق وما يجب وما لا يجب وما هو قانوني وما هو لا غير قانوني. نحن نتحدث أمام ميليشيات لا تعترف لا بالقيم ولا بالأخلاق ولا حتى بأخلاقية الحرب حتى. وبالتالي الحديث عن أن هذه الميليشيات سوف تشبع، هذه الميليشيات تكبر بالحرب وتتقوى بالحرب وبالقهر والظلم، هي تزيد في عتوها ونفورها وأيضا بظلمها لأبناء الشعب اليمني. الحرب التي قادتها والتي بدأتها هي أكبر جريمة ارتكبت في حق أبناء الشعب اليمني، فما بالك بقضايا المختطفين وغيرها من القضايا، الابتزاز وغيرها من قضايا القتل والاستهداف المدنيين وانتهاكات للحريات الشخصية والحريات العامة وانتهاك للحقوق والحريات وأيضا للسلع على المؤسسات الدولة وكل شيء. هناك سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب اليمني من خلال ابتداء بالحرب ونهاية بهذه المأساة الحقيقية وما حصل الآن من خلال الوباء الذي اجتاح اليمن، وكان لهم دور رئيسي في التكتم على هذا الوباء وأيضا
إخفاء الحالات وأيضا ممارسات مهينة ما يصلنا من خلال الأقارب والأصدقاء في العاصمة صنعاء أمر يندى له الجبين. يعني هناك محاصرة للمنازل، هناك تهديد للأسر الضحايا، هناك تعامل مع الضحايا كأنهم مجرمين، بالإضافة إلى قضية المختطفين لدى الحوثيين منذ 5 أعوام. نحن نتحدث عن جرائم متواصلة، سلسلة من الجرائم ارتكبت في حقهم. أولا ابتداء من اختطافهم بغير حق وممارسة كل أنواع الانتهاكات ضدهم، الاعتداءات، التعذيب، التحقيق تحت الضغط، الأخذ اعترافات تحت بوجود الكلاب البوليسية، تعليقهم، الوضع الصحي، اختطافهم ووضعهم في أماكن غير صالحة للاستخدام الآدمي، أيضا منع التطبيب والعلاج عنهم، منع الزيارة عنهم، إخفاءهم قسريا لفترات مختلفة وبعضهم إخفاء قسرا لفترات طويلة، إضافة إلى تهديدهم وغيرها وابتزازهم حتى ماليا وغيرها. هناك سلسلة طويلة من الانتهاكات في حق المختطفين كانت آخرها حقهم في الحياة من خلال أو الحفاظ على صحتهم جراء هذا الوباء. نعرف أن الأماكن المكتظة والأماكن المزدحمة والأماكن غير الصالحة أيضا للعيش هي أكثر أماكن لنقل العدوى، وبالتالي السجون والمعتقلات هي الأماكن المناسبة لمثل هذه العدوى ولمثل هذه الجائحة، وبالتالي هناك جريمة سترتكب أو ربما الآن ترتكب في حق المعتقلين. هناك إذا كان الوباء وصل إلى كل بيت، وصل إلى كثير من الأسر وهم يخفون عن ذلك وهم في حرية، فما بالكم في السجون في المعتقلات. هناك أزمة شديدة في هذا الجانب، بالتالي لابد من ضغط دولي حقيقي وليست مطالبات ولا أيضا مناشدات من قبل المجتمع الدولي، على الحكومة أيضا في الحكومة الشرعية أن تقوم بواجبها أيضا أن تكثف من الضغط على هذه الميليشيات بالتواصل مع المنظمات، السفراء الدول العشر، المجتمع الدولي، المنظمات الحقوقية عليها أن تجتهد من أجل هذا الملف الإنساني الخاص، أيضا على الحكومة الشرعية أيضا في المقابل أن تبادر هي أيضا للإفراج عن الكثير من المعتقلين، حتى وليسوا معتقلين، هناك يعني ما هناك أيضا معتقلين داخل إما انتهت فتراتهم أو أصبحت منتهية أو وفق حقوق معينة أو وفق مثلا مديونيات مختلفة، هناك ضروري أن يكون هناك برضو مساحة. وأتذكر أن تعز ومارب وشبوة كانت قد شرعت في إطلاق السجناء الذين لم يعني يدانوا بجرائم جسيمة بكفالات، وكانت خطوة إنسانية. لكن ما حدث للمواطن اليوم محمد العزي قابل، وهو والد الشهيد الصحفي عبد الله قابل الذي قتل قبل 5 سنوات، ربما يضع كثير من التساؤلات ويفتح كثير من النقاط التي يمكن الحديث عنها، سواء عن طبيعة موته وظروف إخراجه سريعا قبل وفاته بعدة أيام كونه حالته الصحية تردت، وإبقاء أولاده الثلاثة في الداخل، وجريمة تمتد وترتبط بعلاقة قبل 5 سنوات من اختطاف ابنه. حال هذه الأسرة، حال أم عبد الله قابل الشهيد وزوجة محمد قابل الذي توفي اليوم، حال هذه الأسرة كلها يوجه رسائل، يضع دلالات كثيرة. كيف تقرأ هذه القضية الإنسانية من وجهة نظرك؟ طبعا أحب أن ننوه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن حالة الشهيد عبد الله قابل وحالة والده الآن مؤخرا ربما تكون هي الحالة التي وصلتنا، كما لأنه بحكم أننا قريبين من الوسط الإعلامي وأن هذه الأسرة لها شخص إعلامي استشهد سابقا. ولكن أحب
أن أركز أن هناك الكثير من الحالات الشبيهة التي حدثت مع والد عبد الله قابل هي حدثت مع كثير من الأسر، الكثير من الأسر التي تخاف حتى من التصريح أو من الحديث حتى لجيرانها بما حدث لأقاربهم جراء حالة الرعب التي والمنع التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، هي حتى ترفض أن الإفصاح عن حالات المتوفين لكثير من الأسر. بالتالي ربما هذه الحالة الوحيدة التي وصلتنا، وربما هناك حالات أو العشرات من الحالات في هذا السياق ارتكبتها ميليشيات الحوثي. أضف إلى ذلك بأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقوم بها تلك الميليشيات. نحن نتذكر كيف أنها قامت بالإفراج عن عدد من الأشخاص وهم معاقين وهم قريبين أو مصابين بالكثير من الأمراض، بعضهم توفي، بعضهم أصبحت يعني إعاقتهم دائمة. هذه حالة الميليشيات هي لا تفرق عن الشخص إلا حينما يكون في الرمق الأخير، حينما يعني تحاول. هناك أيضا من حقنتهم بدماء ملوثة، هناك من أصابتهم بوظائف الكبد. لدينا احنا حتى في الصحفيين للأسف الشديد لدينا معلومات في هذا السياق، أمر مخزي جدا لهذه الميليشيات التي ليست لها قيم. وبالتالي مثل هذه الحالة هم لا يعترفون أيضا بالقضايا الإنسانية ولا يعترفون بحالة الأسر، هم يتعاملون بعداء مع مختلف مع كل شخص يشكون في أنه غير مطيع لهم وغير أو ربما له رأي آخر أو ربما محسوب على طرف معين. هذه حالة من الإرهاب النفسي التي تمارسها الجماعة من أجل إخضاع بقية الشعب، إخضاع يعني حالة الرعب التي تبثها في أوساط الناس حتى لا أحد يقول رأيا مخالفا وحتى لا أحد. أيضا أحب أن أشير إلى نقطة ذكرتها في بداية اللقاء، لماذا نتقاتل مع هذه الجماعة؟ أولا نحن لا نتقاتل مع هذه الجماعة، القتال مع جماعة دائما القتال هو مع أي جهة ذات طرف مشروعية تقول هذه جماعة. نحن نواجه هذه الجماعة، هذه الجماعة نواجه ظلمها، نواجه اعتداءاتها، نواجه انتهاكها للحقوق والحريات، نواجه انتهاكها لمفهوم الدولة وللدستور وللقانون ولكل شيء وللأعراف حتى وحتى للأخلاق. وبالتالي نحن في مواجهة أمام جريمة منظمة لدى هذه الميليشيات. نحن الحديث عن هذه حالة الأسر، ربما هناك حالات العشرات من الأسر تعيش مثل هذه المأساة. ما دامت الميليشيات باقية وما دام المجتمع الدولي متخاذل عن الضغط على هذه الميليشيات وتوصيفها التوصيف الحقيقي ومحاولة التواصل مع هذه الميليشيات من أجل إعادتها إلى جادة السلام، فلا بد أنه سيكون هناك الحالات متكررة. إلى الآن حتى في قضايا الصحفيين إلى الآن لم تقم بالإفراج عن الصحفيين الذين أمرت المحكمة الجزائية رغم كل ما فيها من شوائب ورغم اختطافهم من 5 سنوات لم يفرق عنهم حتى الآن رغم قرارات الإفراج من المحكمة. هناك الكثير من القضايا لم يتم حلها رغم إصدارات المحاكم الخاصة بهم وليست المحاكم يعني بشكل عام، ولكن المحاكم التي هي أمرت بالإفراج الخاصة بهم التابعة لهم التابعة لسلطتهم قد أمرت بالإفراج عن الصحفيين لأنهم اختطفوا بدون ذنب خلال 5 سنوات ومع ذلك لم يتم حتى الآن. هي تعتبر هذا الملف أنه ملف سياسي وملف للابتزاز وملف للانتهازية قبل أن يكون ملف إنساني أو حقوقي. هي تعتقل الناس من بيوتهم من أعمالهم من الشارع وتبادلهم أو تحاول حتى مبادلتهم بمقاتلين ربما في الميدان. ربما هذه النقطة هي الأبرز، يعني ما الذي يفسر اعتقالها لمواطن يعيش في ذمار في أمان وسلام رغم أنهم قد قتلوا ابنه من قبل هو محمد العزي وثلاثة من أولاده وأحدهم الولد الأخير أقل من سن 15 وتغيبهم في السجون لشهور؟ يعني ما الذي يمكن أن تقدمه أو تتسبب به هذه الأسرة عليهم غير عملية المتاجرة جنودهم أو مقاتليهم الذين يقعون أسرى أو تبادل أو شيء من الابتزاز أو عشق الجريمة أو ماذا؟
هي هذه نقطة مهمة في سياقهم وفي سياستهم. هم يعتقلون الآن الناشطين والحقوقيين والصحفيين والمدنيين من منازلهم، لكن محمد العزيز لا ناشط ولا حقوقي ولا غير ذلك، يكون لديهم عدد كبير بحيث بأنه يكون هناك مفاوضات. نحن كنا حاضرين في مفاوضات السويد وكان هناك طرح بأن الشرعية لديها سجناء أو من سجناء حرب من المقاتلين الحوثيين، وتريد الجماعة أن تبادلهم بسياسيين وتبادلهم بناشطين وتبادلهم بإعلاميين وتبادلهم بمجتمع بعاملين في المجتمع المدني بمدرسين من مختلف الشرائح. فهم لديهم سياسة معينة بأنهم يختطفون الناس من أجل الضغط إما على أسرهم وإما على الرسائل أخرى للمجتمع بأن هؤلاء الأشخاص كل من سيقول رأيا أو كل من سيفكر أو كل من يعني حتى وصلوا إلى أشخاص كانوا مقربين منهم وأصبحوا يهينوهم. يعني ما زلنا نتذكر ما فعل يعني قبل يومين ما يحدث لبن عبد الجندي يعني في تعز، وهو وكيل محافظة معين من قبلهم لمحافظة تعز، وتم إهانته وإطلاق الرصاص على منزله وعلى يعني هناك الكثير من الانتهاكات. الهدف منها إيصال رسالة إنه الضرب بيد من حديد لكل شخص يقاوم هذه الجماعة أو يفكر بمقاومتها أو حتى يفكر بعدم التسبيح لها. نعم، هي تظن أن الإرهاب للمجتمع من خلال اعتقال المزيد من المدنيين، تظن أن الإرهاب هذا ربما سيستمر وستبقي قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها، رغم أنه انعكاساتها عند الانفجار ستكون أكبر وأشد ولن يعني يتساهل الشعب اليمني مع هذه الجرائم كلها. سأستكمل معك الحديث أستاذ نبيل، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الصحفي والمهتم بشؤون المختطفين حسين الصوفي. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك، نتحدث اليوم عن كورونا في سجون الميليشيات الحوثية التي تعج بعشرات الآلاف من المختطفين ودعوات لإطلاق سراحهم. تقول المصادر بأن بعض السجانين أصيبوا بكورونا وانتقل من خلالهم إلى بعض السجناء، حدثنا عن هذا الواقع في سجون الميليشيات الحوثية وما المطلوب أيضا. شكرا جزيلا لكم أستاذ المختار، وحييكم وحيي المشاهدين الكرام. أعتقد رئيس جماعة المختطفين أصدرت بيان قبل يومين أكدت فيه أن هناك يعني أحد أو اثنين من المختطفين توفي نتيجة إصابتهم بكورونا في السجن المركزي، وهناك حالات كثيرة. ودعنا نذكر العالم ونذكر الناس بأن ما تم رصده في قبل سنتين أن هناك تدهور كبير لصحة بعض الكثير من المختطفين في السجون نتيجة إصابتهم بمرض الكوليرا. يعني الأطباء يعرفون ما الفرق بين الكوليرا وبين كورونا، يعني إذا كان الناس ساءت صحتهم نتيجة إصابتهم بالكوليرا فالخطر كبير جدا على المختطفين، وكما ذكرتم أنهم بالمئات في السجون، ويعني لا تزال الميليشيا الحوثي تتعامل معهم بشكل لا إنساني، ونتيجة ما تتلقاه وما تلقاه من فرض الطرف من قبل المجتمع الدولي. الوضع خطير للغاية وحساس جدا، وحياة هؤلاء المختطفين لا تزال الآن يعني قيد يعني الميليشيا الحوثي تعتبرهم الآن شبه تعتبرهم رهائن بالفعل، وحياتهم الآن في خطر، يداهمهم الموت والتعذيب، وهناك من مات كمدا وهناك من قهر على أبنائه كما حدث في حالة اليوم الشهيد أبو الشهيد عبد الله غني عبد الله قابل الذي توفي اليوم بعد أن قامت ميليشيا الحوثي باختطاف 4 من أبنائه، وكانت قد قتلت الزميل عبد الله قابل في 2015. لا تراعي في الناس إلا ولا ذمة، ولا يعني تمارس وتوكل في ممارسة الإرهاب والتوحش ضد المختطفين. نعم، طيب أستاذ حسين، أمام هذا الواقع الآن يعني أين منظمة مثلا الصحة العالمية والتي تهتم، أو الأمم المتحدة أيضا التي تتحدث عن الوضع الصحي في اليمن،
على أقل تقدير إذا كانوا عاجزين عن التعامل مع الوضع العام في اليمن بسبب تفشي هذا الوباء وانتشاره بشكل كبير، لماذا لا يكون هناك جهود فيما يتعلق بالمختطفين وإعطائهم أيضا مساحة من الاهتمام؟ أيضا الحكومة لماذا لا تضغط في هذا الاتجاه، ربما تخلق رأي عام لتدارك ما يمكن تداركه في هذا المجال؟ أنا أعتقد أن داعنا وأكبر مصيبة يعني يعاني منها اليمنيين هي الحكومة للأسف الشديد، وهذا يجب أن نقولها بكل صراحة. اليوم 5 سنوات من الاختطاف والتعذيب والقتل تحت التعذيب، هناك يعني مئات من قتلوا تحت، العشرات من قتلوا تحت التعذيب، بعض المنظمات رصدت أكثر نحو 200 ضحية قتلوا تحت التعذيب. الملف الإنساني مغيب، الملف الإنساني مهمل، والخطورة أن الحكومة للأسف الشديد قبلت أن تفاوض في ملف المختطفين وأن وضعتهم في محل التفاوض برعاية أممية للأسف الشديد، وكان المفترض على الحكومة ولتعلم النصوص القانونية الحاسمة والشديدة والصارمة في قضايا حقوق الإنسان أنها لا يمكن أن تقبل بأن يعني أن تسمح لمجموعة وعصابة إرهابية أن تقوم باختطاف مجموعة من الناس ثم تفاوض بهم وتجعلهم تحت التهديد وتنتزع من ورائهم مخاطر سياسية. هذا الذي يتم بالضبط، يعني الذي يتم في الاتفاقات، اتفاق ما سمي باتفاق التبادل، هو بالضبط وحرفيا كما لو أن مجموعة من العصابة الإرهابية قامت باختطاف طائرة أو حاصرت مرقص كما عملت في بعض الدول الأوروبية ثم قامت بالتفاوض. وللأسف الشديد أن الذي حدث أن الأمم المتحدة رعت هذه العصابة التي قامت باختطاف المواطنين المدنيين الآمنين، والحكومة التي يفترض أن تضغط على راعية القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حق الإنسان كان يفترض عليها أن تضغط بما يتوازن مع الخطر. اليوم هناك حملة يتم الإعداد لها وستبشر بعد غد في يوم 9 يونيو يوم الصحافة اليمنية، وقد مضى على اختطاف الزملاء الصحفيين 5 سنوات بالتناقل كمال حتى سيثمرون عامهم الخامس، وهذه كارثة أيضا. نعمل من الحكومة أن تتفاعل معنا لأن اليوم المطلوب من الحكومة أن تتواصل مع الناس، لا نريد من الحكومة أن تعمل تغريدات، نحن سنقوم بالتغريدات، نحن عملنا كناشطين ومنظمات وصحفيين. اليوم على الحكومة عمل واحد فقط بسيط جدا، أن تقوم بكتابة مذكرات رسمية بالطور على العلم الجمهوري وتختمها بختم الحكومة الشرعية، وإن لم تستطع أن ترسلها فنحن سنتكفل بإرسالها. على الحكومة اليوم أن تتحمل مسؤوليتها، الأمانة والمسؤولية اليوم أمام الحكومة. اليوم وزير صحة الحوثيين هذه العصابة الفاشية في صنعاء هو من يتصدر المشهد، وهو من يصدر المؤتمرات الصحفية، وهو من يتحدث باسم اليمنيين، بينما الحكومة في عجز وفشل فاضح، وهذا الكلام غير مقبول. ربما تجاوزنا عنهم في كثير من ملفات الحرب، ملفات اقتصادية وسياسية، لكن القضايا الإنسانية لا يمكن أن تقبل أو أن يقبل الشعب اليمني بهكذا وضع مترهل، وضع لا مسؤول. نحن ندعو الحكومة اليوم إلى عمل شيء، ندعوهم إلى تشكيل لجنة من 4 أو 5 ويعني يعطوهم خط من رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية، ويتم التواصل مع الأمم المتحدة ومع السفراء وكلهم. يعني نحن رأينا ما فعله منظماتهم ونقابات الصحفيين، مثلا 3 منظمات في أهم المنظمات الصحفية في أوروبا، في فرنسا مثلا، في حل شبرين أصدروا تقارير مهمة جدا وأرسلوا رسائل لوزير الخارجية الفرنسي، وكان يحتاج من الحكومة أن تعكس هذه الرسائل وأن تتواصل مثلا مع وزير الخارجية الفرنسي بعد أن تواصل مع الصحفيون الفرنسيون حتى يقوم ب يعني دور ما أمام الحكومة. ألف عمل لو استشعرت مسؤوليتها أمام هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. الأستاذ حسين الصوفي الصحفي والمهتم بشؤون المختطفين، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين. الأستاذ نبيل أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، سأخرج إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، نعود سويا لنكمل موضوعنا حول تفشي وباء كورونا في بعض سجون ميليشيات الحوثي وواجب المنظمات الدولية للضغط
وواجب الجميع للتعامل الإنساني مع هذه الكارثة والتخفيف عن الوضع الذي يمر به الصحفيين والمختطفين عموما في سجون الحوثي. عودة طيبة مشاهدين الكرام، تحية لكم، واستكمل موضوعنا حول كورونا وتفشي في سجون ميليشيات الحوثي ودعوات للإفراج عن المختطفين ظلما في هذه السجون للحفاظ على أرواحهم، مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ نبيل الأسيدي، عضو رئاسة مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. أجدد ترحيبي بك أستاذ نبيل. وفي إطار الحديث الذي أشار إليه حسين الصوفي كان عبر الهاتف ضيفي واستمعت إليه، وما يتعلق منه بالدور الحكومي الذي يجب أن يلعب ويؤدى تجاه الصحفيين والمختطفين عموما، كيف تراقب وتقيم هذا الدور، وهل الحكومة قامت بالقدر المطلوب من ما يعني بالقدر الكافي مما هو مطلوب منها؟ الحديث عن الحكومة الشرعية هو حديث عن الوهن وحديث عن الضعف، وللأسف الشديد يعني هذه الحكومة خذلت أحلام الناس وطموحاتهم وخذلتهم حتى في السلم وفي الحرب. ربما قضايا هم أو القضايا الشعب اليمني لم تعد تهمهم بالشكل، أو القضايا الإنسانية لم تعد تهمهم بالشكل الأساسي. يعني وزارة حقوق الإنسان تقوم بتكريم قائد عسكري وتقوم بتكريم شخص متهم بقضايا انتهاكات للحقوق والحريات، هذا كل ما يهمه الآن هو القضايا. ربما هم مشغولين بالجانب السياسي وربما بالجانب المناكفات السياسية مع المجلس الانتقالي ومع أكثر من كونهم مهتمين حتى بأبراد الشعب، إما في صنعاء أو في عدن أو في المناطق المحررة. للأسف الشديد نحن نشعر بالتخاذل مثلا كصحفيين أو كمنظمات مجتمع مدني أو كمدنيين إذا هذه الحكومة الشرعية مثلا فيما يخص الصحفيين لم تقم بدورها إزاهم حتى الآن، وهي السنة الرابعة توقف رواتب الصحفيين القابعين في المناطق تحت سيطرة الحوثي بحجة أن هؤلاء لا زالوا متواجدين في صنعاء. ما الذي تريده منهم؟ تريد منهم الانتقال إما لعدن أو لغيرها من المناطق؟ الجميع يعرف ما الذي يحدث بعدن. هناك هؤلاء صحفيين قادمين من الشمال سيعتبرون مخبرين وسيعتبرون وأيضا غير حتى سيتعرضون للكثير من المضايقات، وإضافة إلى التكاليف الباهظة التي جراء انتقالهم من صنعاء إلى عدن. هذه الحكومة لا تلتزم بمسؤولياتها كدولة. للأسف الشديد هناك ممارسات ربما تكون أقرب إلى ممارسات الميليشيات حينما تقوم بإيقاف الرواتب. هناك أكاديميين وهناك أساتذة جامعة وهناك أطباء وهناك كثير من الشرائح وصحفيين وهي توقف رواتبهم حتى الآن. إيقاف الرواتب هو مساعدة أيضا لوباء كورونا بهذا الكارثة. إيقاف الرواتب هو مساعدة للحوثيين بأن ترفض جبهات الحوثيين بالمقاتلين. حينما توقف رواتب الأشخاص وحينما لا يجدون تلك الأسر ما يعينهم على العيش بسلام أو على حتى على الحد الأدنى من الحياة المعيشية، ما الذي سيكون بيدهم سوى الرضوخ لمغريات الحوثيين بأن أي شخص يلتحق بالجبهات سيسلم له راتب وما إلى ذلك. هذه حالة من الحالات. طيب حين تقول مثلا الحكومة أو ممثلوها أستاذ نبيل أي معلومات في هذا السياق، لم تقم بواجبها في تقديم حالات الانتهاكات للصحفيين وتسجيلها رسميا وفق الآلية الدولية لحقوق الإنسان. ربما هذه النقطة التي كنت أيضا أريد أن أشير إليها، ربما تتحجج الحكومة الشرعية ببعض من الحجج، ما أنها قامت بإرسال برقيات أو تحدثت إلى المنظمات الدولية أو يعني بمعنى آخر أنك تتعامل مع ميليشيات كل الوسائل ربما لا تجدي نفعا لإجبارها للتعامل الإنساني مع المختطفين، فلماذا نلوم الحكومة؟ ما هو التقصير الحقيقي لديها؟ أولا الحكومة خلال الخمس سنوات بدلا من أن تتقوى وتصبح حكومة ممثلة لأفراد الشعب، للأسف الشديد الجميع يعني لنكون واقعيين لم تكن هنا لم يعني كانت في السابق هي حرب بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين. نحن الآن في حرب متعددة الأطراف،
هناك إشكالية مع المجلس الانتقالي في المسيطرة على عدد من المحافظات وانقلاب جديد، وهناك أيضا مساحات واسعة من الساحل الغربي مسيطر عليه من قبل قوات غير نظامية لا تعترف بالحكومة الشرعية وإن كانت ضد الحوثيين. هناك أيضا سلطات في محافظة يعني جهات في أو جماعات مسلحة في محافظة تعز لا تعترف لا بالدولة ولا بغيرها، وبالتالي أشبه بقطاع منفصل. الأمور للأسف تشتتت في الكثير من الجوانب خلال يعني خلال الخمس سنوات، بدل من الكثير من التماسك هناك الكثير من التشظي. في الأخير من المستفيد من هذا التشظي أمام كل الجماعات التي تتناحر مع بعضها، وأيضا يعني ربما تمارس العند السياسي إزاء بعضها؟ لا أحد مستفيد من تلك الجماعات سوى جماعة الحوثية التي تستفيد من كل تلك الخلافات، وهي التي تتقوى يعني بسبب فرقتهم وضعفهم وتشتتهم. أضف إلى ذلك أن الملف السياسي والملف الخارجي اللي هو الملف الإنساني والحقوقي والملف الإعلامي وأيضا الملف الدبلوماسي، هذا ملف شابه الكثير من الفساد وكثير من الضعف. يعني هناك ضعف يعني إلى الآن منذ خمس سنوات، ما هي الوسائل الإعلامية التابعة للحكومة التي عادت إلى الداخل منذ تحرير محافظة عدن وتحرير بقية المحافظات؟ نعم. لماذا لم تعد وسائل الإعلام؟ هذا بالنسبة للضعف العام للحكومة، الضعف العام لأداء الحكومة، وهو ربما بعيد نوعا ما عن موضوعنا. لكن لو ركزنا أكثر على يعني المختطفين، ما الذي يمكن أن يفيد المختطفين في هذه المرحلة ومن المفترض أن تقوم به الحكومة ولم تقم به؟ مثلا فيما يخص المختطفين، عليها أولا التواصل أو الضغط الدولي والتواصل مع الأمم المتحدة وإفادة تقديم الملفات وتقديم الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفين، التواصل مع منظمات الصحة العالمية، المنظمات التابعة المختلفة للأمم المتحدة، أيضا الدول الراعية للسلام، الدول وخاصة سفراء الدول الحشد. هناك الكثير من الأشياء التي تستطيع عملها الحكومة من أجل الضغط عبر الجهات الدولية، الضغط على الحوثيين للرضوخ وإطلاق المعتقلين وإطلاق المختطفين، إضافة إلى إيلائها أهمية قصوى لهذا الملف، وخاصة ملف الوباء الحاصل الآن في يعني في السجون والمعتقلات. كما قال الأخ حسين، يعني الآن من يتصدر المشهد هو وزير الصحة التابع للميليشيات. ربما أتساءل وربما أسألك، من هو وزير الصحة التابع في الحكومة الشرعية؟ ربما لا أحد يعرفه إلا على عدد الأصابع كثير من الوزراء، لا أحد يعرفهم. ما الذي عليه أن يخرج للناس، أن يتحدثوا، أن يقدموا أدوات توعية، أن يتواصلوا مع المنظمات؟ الحديث في الأيام الأخيرة يدور عن صفقة أدوات طبية من الصين تم وصولها إلى جدة وتم بيعها والتجارة بها من قبل الحكومة. هذا الحديث الذي يدور حاليا، هو يبقى حديث يا أستاذ نبيل لا يمكن الجزم به طبعا، يبقى حديث متداول، تداوله الناشطون ولا يمكن الجزم به حتى يتم إثارته. لكن دعني وقد تأخرت قليلا عن الأستاذة أسماء الراعي، رئيس رابطة أمهات المختطفين معي من تعز. أستاذة أسماء، أهلا وسهلا بك. نتحدث عن وضع المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والحديث عن تفشي فيروس كورونا في بعض السجون الحوثية، مما يعرض حياة المختطفين للخطر. كيف هو من خلال متابعتك وعلاقاتك، أيضا كونك في رابطة أمهات المختطفين ومطلعون تماما على أوضاع المختطفين في سجون الحوثي، كيف هو الواقع الذي تعيشه أو يعيشه المختطفون في هذه السجون، وخصوصا مع تفشي هذا الوباء في الفترة الأخيرة؟ أسعد الله وسعك وأهلا بك. طبعا قد لا يخفى على الجميع أن فيروس كورونا له من التفشي أو الانتشار الكبير، فناهيك عن عندما يكون هذا الوباء
محصور في زنزانة، هذه الزنزانة تفتقد لكل نواحي الحجر الصحي أو المنظفات أو المعقمات، واكتظاظ هذه السجون بالأعداد الكبيرة من المختطفين، ناهيك عن هذه الأجواء التي يعيشها أبناء المختطفين. طبعا نحن في رابطة أمهات المختطفين نتابع قضية المختطفين المتواجدين في سجون جماعة الحوثي وبكل قوة، وقد ناشدنا أكثر من مرة في جميع على جميع الأصعدة أن يتم إطلاق سراح أبناء المختطفين خوفا عليهم من تفشي كورونا في السجون. وقد كنا قبل ذلك أصدرنا بيان بوجود حالة واحدة أثبت وجودها في السجن المركزي في صنعاء، والآن يصلنا البلاغ أن هناك 7 حالات في السجن المركزي في صنعاء قد ظهرت عليهم أعراض كورونا، والعدد قابل للزيادة كون السجن مكتظ وفيه 42 مختطف، وتعلمون أن هذه السجون تفتقر للنظافة، تفتقر للتهوئة، تفتقر للسعة التي يمكن أن يكون فيها تباعد اجتماعي فيما بينهم لعدم تفشي المرض فيما بينهم. نحن نناشد الجميع أن ينظروا بعين الرحمة وبعين الإنسانية لهؤلاء الناس الذين حبسوا اعتقلوا في سجون جماعة الحوثي بدون أي ذنب اقترفوه، وإلى الآن لا حرية لا حقوق، لا أضعف الإيمان أن يكون هناك أقلها أن يكون هناك رعاية طبية، والأدهى والأمر من هذا أن تتعنت جماعة الحوثي اليوم وأمس وقبلها في عدم إيصال الأطعمة لهؤلاء الناس، منع عنهم الطعام، منع عنهم الدواء، هذه الأشياء كلها وصلتنا عن طريق الأسر المختطفين الذين تواصلوا معهم. هم يذهبون بالطعام، هم يذهبون بالأدوية، ولكن جماعة الحوثي لا تدخل هذه المواد أو الأطعمة للمختطفين المتواجدين في سجونهم. طيب الآن ممنوعين يعني كما أشرت من إدخال بعض الأطعمة أو الأطعمة إلى المختطفين، ممنوعين أيضا كما قالت إحدى قريبات المختطفين من الزيارات في هذه الفترة، هناك تفشي الفيروس كورونا، هناك أناس قضوا 5 سنوات وربما أكثر الآن قليلا في السجون وغائبين وبعيدين على عن أهليهم، بعضهم فقد قريبه ولم يره، وبعضهم أيضا لم يتمكن حتى من زيارته. أمام هذا الواقع ما هو الذي يمكن أن يرفع باسم أسر المختطفين أو المختطفين أنفسهم؟ لأي جهة يمكن أن تساهم في التخفيف عنهم؟ طبعا مناشدات الرابطة ذهبت إلى أبعد ما تتصورون. نحن نناشد الأمم المتحدة، نحن نناشد الصليب الأحمر، نحن نناشد المفوضية السامية، نحن نناشد المبعوث الأممي، نناشد الحكومة الشرعية، نناشد حتى الضمير الإنساني الذي ضاع في هذه الشريحة ولم يتم تفقد هؤلاء الناس الذين غيبوا وراء السجون دون أي ذنب اقترفوه. نقول أن نناشد الجميع لإطلاق سراح أبناء المختطفين، هم مختطفين محتجزين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. هذا كله ناهيك عن الآن انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض وجبات الأطعمة التي يتعاطى تصل إليهم بالذات في سجن بير أحمد في عدن. كل هذه الأشياء تجعل مخاوفنا أو قلقنا إذا أبنائنا المختطفين تكبر أكثر فأكثر. نحن نفوسنا أو قلوبنا معلقة، نخاف على هؤلاء الناس. إذا كان الإنسان الطبيعي في الحياة الطبيعية يخاف على نفسه من تفشي المرض، فما بالك بأشخاص حجزوا في أماكن ضيقة تفتقر للنظافة، تفتقر لأدوات التعقيم، حتى أدوات التعقيم التي أتى بها الصليب الأحمر والتي أتت بها الرابطة إلى أبواب السجون أعيدت لنا، لم نستطع أن ندخلها إلا بعد أن استطعنا أن نوصلها كهدايا لأسر المختطفين، واستطاعوا بعد ذلك بزيارات أن يوصلوا هذه المواد لهم. نحن نقول أن أبناءنا المختطفين الآن في أمس الحاجة إلى أن يقف معهم الجميع، ونطالب بإطلاق سراحهم فورا. الأستاذة أسماء الراعي رئيس رابطة أمهات المختطفين في تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذة أسماء. أعود إلى الأستاذ نبيل الأسيدي. أستاذ نبيل، ماذا إشارة الأستاذة أسماء الراعي إلى المختطفين في بئر أحمد،
وكأن اليمن وكأن صنعاء وذمار وغيرها من المحافظات وسجونها السرية والعلنية التي تكتظ بالمختطفين لم تكن كافية حتى تظهر لنا ميليشيات في عدن وغيرها من المحافظات ربما التي تسيطر عليها هذه الميليشيات وتفتح سجونا جديدة وتبدأ جولة جديدة من المعاناة ومن الاختطاف. ما تعليقك؟ الأمر بسيط جدا، مذهب الميليشيات واحد، ما تقوم به الجماعات المسلحة كانت في صنعاء أو في عدن أو في حتى في تحت هي واحدة. السجون السرية موجودة في كل مكان، وعلى امتداد الوطن اليمني الكبير هناك سجون سرية في كل مكان، للأسف أكثرها في صنعاء وفي تعز وفي عدن. هذه السجون خاصة في عدن لا أحد يعرف عنها شيئا، وهناك نفس المعاملة ونفس الإجراءات ونفس ما يتم في صنعاء وما يتم في عدن، هو الأمر واحد جدا. نحن لا نتحدث عن جهات تمثل الدولة ولا تمثل القانون ولا تمثل الدستور، وليس لها أي خبرة في إدارة الدولة، بل تعتبر أن كل من يقف ضدها ومن يقف ضد أفكارها ومن يقف ضد طموحاتها وعصبويتها مكانه السجن، وبالتالي ستجدون العشرات من هذه السجون. حينما تغيب الدولة تظهر الميليشيات. أحب أن أشير إلى نقطة ربما فيما يخص المختطفين لدى ميليشيات الحوثي ومسألة تفشي الوباء داخل المعتقلات. أحب أن أتساءل من متى كانت الميليشيات الحوثية تهتم بالمختطفين أو بحياتهم أو بوفاتهم؟ ما الذي سيحدث إذا توفي العشرات داخل السجون من بالنسبة للميليشيات داخل السجون داخل سجونهم؟ ما الذي سيحدث؟ لا شيء آخر، سيخرجونهم لأسرهم وحتى بعد دفع مبالغ مالية من أجل تسليمهم وجثثهم، ومن ثم سيقومون بالبديل عنهم من الشارع ومن البيوت ومن المنازل لتغطية العجز أمام عجزهم في هذه المنطقة. أظن الميليشيات الحوثية إذا تعرض المختطفون في سجون الميليشيات الحوثية إذا تعرضوا للوباء وانتشر بينهم لا سمح الله، وخصوصا منهم كثير يعانون من وضع صحي متردي مما يجعل أجسادهم غير قادرة على مقاومة هذا الوباء بخطورته، ولا سمح الله كان هناك عدد وفيات مرتفع للمختطفين في السجون الحوثية، ألا يولد هذا الأمر ردات فعل مجتمعية غاضبة شديدة، ردات فعل أيضا من قبل الحكومة أو المجتمع الدولي؟ ألا تخشى هذه الميليشيات مثلا حتى ربما من المساءلة، لأن دوام الحال من المحال، ولا بد أن تسقط هذه الميليشيات بالقوة أو باتفاق وتسأل عن كل هذه الجرائم؟ بل قل أن ما نخشاه أن يتم استغلال هذه الجائحة وهذا الوباء للتخلص من عدد من الصحاب من المختطفين في سجونهم. هذه جماعة فاشية لا تعرف أي شيء، ربما تمارس تحت هذا الوباء للتخلص من الكثير من المختطفين الذين ربما تعرضوا للتعذيب أو أصيبوا بعاهات أو وبالتالي أصبحت أمر خروجهم. هناك قضية ربما الكثير من المعتقلين لا يريدون إخراجهم حتى لا تظهر الجرائم التي ارتكبت في حقهم، وربما كان هذا الوباء. ونحن نناشد المجتمع الدولي ونركز على هذه النقطة بأن الكثير من المختطفين نخاف عليهم أن يتعرضوا للمزيد من تحت ذريعة الوباء، وربما يتم قتلهم تحت هذه الذريعة. هذه الجماعة ربما تمارس الكثير من الإرهاب. طبعا الحديث عن أن هناك ردة فعل مجتمعية إزاء الجرائم التي ترتكب في حق مثلا المختطفين أو غيرهم، للأسف الشديد المجتمع يحتاجون إلى قائد، والمجتمع يحتاجون إلى سند، ويحتاجون إلى ظهر، ويحتاجون لمن يطالب بحقوقهم ويطالب بحرياتهم ويدافع عن مظلوميتهم. وبالتالي في غياب الطرف الآخر الذي يقوم بهذا الدفاع وبهذه المهمة، غيابه سيؤثر سلبا على صمود الشعب. الشعب يحتاج إلى قوة تدفعه إلى مواجهة هذه الجماعة الفاشية. وبالتالي صحيح أن هذه الجرائم لن تكون في صالحهم أبدا، ولا
والتاريخ لن ينسى. وأيضا عدم الإفلات من العقاب والقانون ومحاكم الجنايات، وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، عليهم أن يعرفوا ذلك جيدا. هم يراهنون على وجود تسوية سياسية تخرجهم من جرائمهم، وأنا أعتقد أي حكومة أو أي جهة سوف تساوم في حقوق الناس والمدنيين وفي إيجاد تسوية سياسية خارجة عن جبر الضرر وخارجة عن محاكمة المرتكبية الجرائم ضد الإنسانية، هم شركاء في هذه الجريمة وهم شركاء في الاعتداء على الشعب اليمني برمته. شكرا جزيلا لك الأستاذ والصحفي نبيل الأسيدي، عضو راب رئاسة مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. شاركتنا هذا الحوار الإنساني عن واقع المختطفين في سجون الميليشيات. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل، وشكرا لكل الذين دخلوا معي في حلقة اليوم وشاركونا هذا الحوار. فعلا واقع الصحفيين والمختطفين عموما في سجون الحوثي مؤلم، لكن العدالة تبقى قائمة. العدالة الإلهية أولا، وإن غابت عدالة الأرض فستأتي يوما من الأيام، وإذا غاب ذلك كله فعند الله يجتمع الخصوم. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في الحلقات القادمة، دمتم وإلى اللقاء.